رتب مع طائم الطيران وفاجئها بكيكة مكتوب عليها أجمل شهر عسل. أبو سلطان بيحب حرم الشمسي والبنات بتغيل منهم. وبعد 12 سنة جواز سابوا الولاد في البيت وسافروا يقضوا شهر العسل، ودليل تجديد علاقتهم خادم وبوكي وردة يفكرهم ببعض. هي اتفاجئت والفرحة ما كانتش سايعاها، يا ترى حافظوا على علاقتهم المدة دي كلها ازاي؟ كمان لحرم قالت إنها مع الشخص الصحيح، وهل كل الناس زيهم ولا دي حالة نادرة؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو ده. حكاية ولا في الأفلام؟ بدايتها كان عيد جواز حرم الشمسي الـ 12، وبالمناسبة دي أبو سلطان قرر يسيب الولاد لأول مرة في البيت ويسافروا يحتفلوا بالذكرى الجميلة دي. لكن في الطيارة حصلت المفاجأة، جوزها رتب مع طائم الطيارة إنهم يقدموا لها الهدية أول لما يركبوا. لكن يا ترى الهدية كان فيها إيه؟ الهدية كانت كيكة مكتوب عليها شهر عسل سعيد وخاتم جواز وكأنهم لسه متجوزين جديد. وبوكي الورد كشف المسطور في قلب أبو سلطان واللي بيحبها جدا بعد العمر ده كله. حرم سألته ليه كاتب شهر عسل على الكيكة بعد 12 سنة جواز؟ قال لها علشان نحس إننا في البدايات، وده اللي خلاها تقول الحقيقة إن دي مش البداية، لكن أنا حبيت الشخص الصح. قدروا يحافظوا على حبهم لبعض لفترة طويلة ولسه مكملين، وده لأنهم ما بيزعلوش من بعض والفراق خارج قاموس أفكارهم، لأنهم بكل بساطة شخص واحد مش اتنين. وعلى طريقة حب سندريلا للأميرة أبو سلطان بيعامل حرم كده، هم عندهم التزامات ومقسمينها على بعض، لو حد فيهم عنده أزمة معينة بيحلوها بشكل ودي وما بيدخلوش حد ما بينهم. خدوا عهد على بعض انهم مكملين لحد اخر نفس ومش هيتفرقوا، واللي قوى علاقتهم اكتر اولادهم الصغيرين اللي متعلقين بيهم هم الاثنين، خصوصا بنتهم الصغيره لاتي اللي استحرت قلوبهم بمواقفها الكوميديه. الثنائي مهتمين جدا بتربيه اطفالهم وعاوزين يشوفوهم في مكان عالي، وبيطلعوا مع بعض في الفيديوهات على الانستجرام بيشاركوا قصه حياتهم وازاي لاتي بتذاكر وكمان اتفوقت على صحابها. حرم بتعلمهم ان الفشل هو سلم النجاح، وبتقول الكبار المفروض نتعلم من عزيمة وقوة الصغار في التحمل والإرادة. أم سلطان أخصائية نفسية ومدربة للأمهات على التعامل مع صغارهم، وأوقات بتنصحهم بطرق معينة علشان يقدروا يحفظوا الأدعية والقرآن. كمان بتعلمهم إزاي يتعاملوا معاهم لو كانوا بيعيطوا بصوت عالي علشان ياخدوا اللي هم عايزينه. هي شاطرة جدا وبتعرف تتعامل مع أطفالها، خصوصا إنها علمتهم يتكلموا عربي كويس وإنجليزي كمان. هي عندها قناة على اليوتيوب وكمان بتشارك كل لحظات حياتها عليها، لكن الأهم من ده إنها بتعلم الناس طريقة تربية الصغار بشكل عملي مش نظري. كمان هي ست بيت شاطرة وبتعرف تطبخ وبتعمل أكلات جميلة وأبو سلطان بيحبها. جيرانهم بيتكلموا على ريحة أكلها اللي بتوصل لآخر الشارع. كمان أبو سلطان ما يقدرش يبعد عنها لأنه دايب في هواها وقلبه فيها واقع، وذكرياتهم شاهدة على صدق كلامه. في النهاية بقى إيه رأيكم في قصة حبكم؟ هل هتستمر ولا ممكن يكون ليها نهاية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات.